مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونون بخير. أنا الحمد لله بخير. اليوم الفيديو راح يكون عبارة عن فيديو شلون أنا حطيت مكياجي. هواي منكم يطلبون مني بليز هنودة سوينا طريقة مكياجك اللي أنت تحطيها دائما. فأنا قناتي مو للمكياج بصراحة، بس من شفت طلباتكم هواي زايدة قررت إنه أسوي هذا الفيديو، واستغليت الفرصة وخليت جدي يعلق على مكياجي اللي هو مو جدي الحقيقي، قناة جدو الشايب، قناة للألعاب. فهو قرر إنه يعلق على مكياجي من مخه، يعني يقول الأسامي ويقول الأشياء من عقله من رأسه يعني. بس أنتوا راح تشوفوني أنا قاعدة أحط المكياج، فراح تشوفون هسا أنا من أحط المكياج بصوت جدي. جدي عنده قناته بها ألعاب، فأنا قررت إنه أعلق على لعبة من ألعابه، كلاش رويال أعتقد اسم اللعبة هتجي، كلاش رويال. فأنا راح أعلق على هاي اللعبة. ما أدري، أنا ما أفهم أي شيء بالألعاب بصراحة، بس هو إنه قناته راح أعلق على الألعاب وأنا ما أفهم شيء بالألعاب، وهو راح يعلق على المكياج وهو ما يفهم شيء بالمكياج. بعد ما تخلصون مشاهدة هذا الفيديو لا تنسون تشوفون صندوق الوصف وتشوفون قناته وتشوفون الفيديو اللي أنا علقت على اللعبة اللي هو يلعبها. وهسا أترككم ويا فيديو المكياج اللي هو علق بصوته. لا تنسون قبل لا تشوفون الفيديو تضغطون على زر اللايك، اشتراك بقناتي إذا أنتم مشتركين بقناتي. سلام عليكم، وياكم جد الشايب، رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والسلامة كلكم. اليوم يا بنات راح نعلمكم طريقة جديدة بالمكياج، هي مكياج رمضان اللي تفيدكم بالعيد أيضا. هند حفيدتي هي اللي راح تخلي مكياج على وجهها وأني راح أشرح لكم، وخلونا نبدأ. طبعا أنا راح أشرح لكم على المكياج لأنه باعتباري أفضل واحد شفته بحياتي يحكي عن المكياج. أول شيء تجيبين الدهن حر، هاي علبة الدهن حر، ما تبخيها بخاخ وإنما هاي يجي بيها ريشة، تسوين هاي الحركة دا تسويها هند ما أعرف ليش. المهم تغسلين وجهك بيها زين وعدل ويعني كلش تمام. بعدين تجيك هاي العلبة الزرقاء، هاي العلبة الزرقاء هي صمغ مال عين. الصمغ مال عين تاخذيه من الصيدليات، تسألين قولي الصمغ عين أصلي، وأكو صمغ ثاني يجي أبيض أسود وأبيض مثل هذا اللي تشوفيه، هو أسود بداخله فشي أبيض، هم تحطيه على الوجه وظلين تفركين وتعانين بالمراية. إذا ما فركتين زين شوية تتأذى المعدة، فحاولي تفركين قد ما تقدرين. بعدين تجيبين البنفسجي، ألوان كل الألوان حاولي استخدميها. البنفسجي هذا الفوق العين، يعني هذا الجفن مال عين، شوية على مود ما تتعقدش، فحاولي تفركين. بعدين ظلين تفكرين هن قاعدة تفكر بس ما أدري ليش هيك، ما إرادة تفكير، ببساطة تجيبين هذا الميك أب مكتوب للأبد، وبس لا تخافي منه، هي هن شوية خايفة إنه عبالها رح يأثر عليها، هو ما يأثر أبدا على الإطلاق لأنه وزنه مو ثقيل، فد يعني رح يخليه نص كيلو على الوجه مو أكثر. بعدين تجيبين الحجر مال الحمام، هذا حجر مال الحمام على مود وجه شوية يحك كل الزوائد اللحمية اللي صارها بالوجه، بس حجر الحمام شوفي شلون هند مطريته، هذا لازم تقليه زين على مود يطرى، يعني تحطيه بالفرن عم تصير شوية هاي يمكن اسفنجة أصلا مو حجر حمام، بس يعني غلسي هذا هو تحكين بالوجه كله وهسه صار تمام الوجه، هسه خلينا نقول بيرفكت مثل ما تشوف هند. بعدين تجيبين صبغ أظافر، هذا الصبغ أظافر بس هو تستخدميه جوا العين، صبغ العين أو صبغ الأظافر مال العين ما أدري شنو، بس هو نفس ذاك القديم، ليش هند تستخدمه مرتين؟ هاي ما لها داعي ضرورية الحركة. بعدين تجيبين تزوجين الحجر الأسود والحجر الأبيض فيصيرون اثنين، واحد تستخدميه على هاي العين وواحد تستخدميه على العين الثانية، بس دربالك ليصير يعني تبادل أفكار بين الحجرين فشوي تتأذين. بعدين الصبغ هذا تجيبيه وهيك اسمه ما ادري شنو حاطت لكم اياه هند، هذا حصرا من امازون ما ينباع باسواقنا المحليه لانه من امازون تعرفون هند كله تجيب غالي، فهذا تحطوه على القصه لانه مفيد للقصه، درباش تخليه ويعني خليه معلش مو مشكله خليه جوا العين بس لا تخليه جوا الحنش لانه اذي. تجيبون الفرشه، هاي الفرشه معروفه، وتحطين بودره اطفال على الوجه على مود شويه كله يركب اللون ويا بعضه شلون الرسام، يعني هيك لازم تتعلمين انه تكونين رسامه بالوجه. بعدين تجيبين علبه، هاي العلبه بها واي اشكال، هم فرشه ثانيه وتنفخين وجهك وتحركين او تقلصين حلقك، المهم سوي حركات بالوجه، اذا ما سويت حركات ما يمشي الحال. فرشة نوع ثالث، اكو هواي فرش بهاي العلبة لانه ليش مميزة؟ لانه بيها انواع الفرش، واحدة فرشة قلم مال الخشم هاي خاصة تحدد لك الاساسات مال الخشم وتوخر كل الاشياء اللي ما تريديها انت اساسا على مود تكون العملية زينة. هسه كل الفرش راح تستخدم كل شيء عندك فرش بالبيت جايبيها، حتى فرشة الاسنان تقدرين تستخدميها بالاخير اذا ما عندك نوع معين من الفرشة على الوجه. شوفوا هنا كل الفرش راح تستخدمهن هند، وعدك خبط بالهذا حطيه على الوجه، وهي يعني بالاخير هي ترهم واحد، المهم كوني انت فنانة بالمكياج. هاي فرشة ريش الطاووس يعني
يقولون هاي ريش طاووس او ما النعامه هم يفيد نفس الشيء. بعدين جيبين هاي حمره الخد يسموها حمره الخد ويا فرشه الطاووس نفسها تخلطين بس الفرق شويه يكون قوي مو على كيفك. بعدين على وجهي جوا الوجنات هاي مو شو تسوي تطيش حمره خدود. بعدين جيبين هذا بالمقلمه هاي تلقيها مال صبغ الاظافر مال المقلمه يعني مال مقطاطه خلينا احنا نسميها بالعراقي مقطاطه مال القلم. هاي تحدد الحواجب تريدين ترسميها تسويها مثل حواجب يعني انت بعد كيفك شلون حاجب يعجبك تسوي ممكن حاجب يعني مثل ما الهند مسويته بس هذا هاي مكحلة يسموها مكحلة اي هاي تكحل الحواجب. انا اعرف اكو مكاحل كانت بس للرموش هاي صارت جديدة تلقوها بالاسواق مكحلة مال الحواجب. وراها جيبين هاي العلبة اللي بيها انواع مختلفة من الالوان. جيب هسه لازم تلونين العين يعني مثل ما تشوفين فوق العين اول شيء تبدين تأسسين اللون هاي مثل الرسامين تأسسين اللون فتستخدمين اللون الفضي. الفضي مهم بهذه العملية. بعدين شوفوا هندة تأشركم على المكان الصح تجيبون الفرشة الناعمة وتأسسون جوا الحاجب يعني لازم ثلاث ألوان تستخدمين. إذا لونين ما يطلع المكياج مضبوط أهم شيء هاي إذا لونين المكياج يتخربط كله. بس أكو نقطة مهمة أنت وده تسوين المكياج لازم تلبسين هاي مثل الشفقة فوق الرأس على مود ما يوقع المكياج وأنت تمكجين جوا يعني يوقع من الشعر اللي فوق. المهم هسه تجيبين هذه الالوان وتفركين بالعين تفركين بالعين تفركين بالعين بس دير بالك على العين لا يصير بيها هوسه يعني اذا صار يعني مكياج هوايه تهوس العين وتصغر بدل ما تكبر. احنا هدفنا الاساسي انه نكبر العين. تجيبين الفرشه ايضا ويا اللون الجوزي هسه فهو رمضان لانه رمضان بالحار يصير على جوزي فاللون العين يصير جوزي بالعيد يصير احسن. شفت شلون صارت العين ممتازه بس بعد يراد لها شويه تعديلات بالفرشه. استخدمي هذا النوع من الفرشه اللي يجي فرشه ثخينه فكثري هسه من على الاطراف على الجوانب منا شوف وين انت شلون يناسبك. اني هند يناسبها انه تكثر بس على الطرف اليسار اما اليمين هاي انت اذا تبدين على اليمين كثري كله يعني يفيدش هذا الموضوع. الفرج هو المكياج هذا يعتمد اساسا على الفرج. ايش قد ما عندك فرج بالبيت اذا ما عندك قد ايش تقدرين مقلمه مال هاي قلم الرصاص قلم الحبر قلم الجاف تجي وياه مرات فرج حتى فرشه اسنان تقدرين تستخدمين. ودرباج هذا القلم تاخذيه من المكتبه على مود يرسم جوا العين. ليش يرسم جوا العين هاي يعني بعد ما اعرف لانه هيك شيء هم اكو قلم ثاني هم يرسم جوا العين فها هذا يخطط العين ويرفع الحواجب يسوي عينك ما ادري شو يسوي عينك يسوي عينك هيك شويه بها حديه فصارت شويه العين اكبر. لاحظتي شلون يعني هاي فنيه هسه هاي اعرفها سهله واضحه. هاي المسكره هيك تمسكرين بعينك تظلي تمسكرين على مود تصير كبيرة وبدأ المكياج تظهر ملامحة مكياج العيد وسط العمين بعيونك هالشكل وتتفكرين وتدورين هيك وجهك يمين ويسار على مود تقتنعين بالشي اللي سويتي. هسه جيبين عطر رجالي وتشمريه على وجهك أو نسائي هم بس النسائي يصير أخاف فالرجالي على مود يثبت المكياج. نبدي بالشفايف. الشفايف أول شي لازم ترسم بصبغ الأظافر فارسميها على كيفك على كيفك هيك هالشكل وهاي الطريقة ان درباش يصير على السنون بعدين يصير سنونك بيها لون صبغة ظافر هذا شوية صعب. بعدين تفردين شعرك وتعانين منا وبهالطريقة صار عندنا مكياج رمضاني. اهم شي تكونين لابسة الساعة وفدقلادة زينة مرتبة وانتي دا تسوين وبتسمي للمراية دا تشوفيها ويكون عندش اهم شي هذا المكياج ما يصير اذا ما كان درع المليون وراك. اتمنى انه عجبش المكياج سوي لايك اشتراك باي باي.